أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة لعموم مناطق المملكة هذه الليلة ويوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث يسود طقس بارد بشكل لافت 8 درجات مئوية فقط مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة الملموسة 8 درجات، الرطوبة مرتفعة حوالي 90%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة شرقية الاتجاه تزيد من الشعور بالبرودة. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد الثلاثاء. نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود طقس مستقر، إربد تسجل 21 إلى 9 درجات مئوية، المفرق 18 إلى 7، جرش 20 إلى 10، وعجلون 19 إلى 9 مع تفرق للغيوم المنخفضة في عموم المنطقة الشمالية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، نبدأ بالزرقاء 19 إلى 8، بلقاء 18 إلى 10، العاصمة عمان 17 إلى 9، مأدبة 18 إلى 8، والبحر الميت 24 إلى 14. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية نبدأ بالكرك حيث يسود طقس بارد أيضا بارد نسبيا 14 إلى 7، نفس الحرارة في الطفيلة، الشبك 14 إلى 6 مع 18 إلى 6، والعقبة طقس صافي 23 إلى 13. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأ بالأزرق طقس صافي 19 إلى 10، الصفاوي 19 إلى 8، أما رويشد زخات رعدية من الأمطار بسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.